السلام عليكم ورحمة الله سينيور 2. هنحل النهاردة جنرال اكزام 3 المعاصر 2022 كامل. مش بس كده، هنعمل ستريس على سؤال مهم جدا اتكرر في الامتحانات وهنشوف ليه اكتر من صورة. اول 8 دقايق من الفيديو هنوضح مع بعض نقطتين مهمين خاصين بالسيلولار ريسبريشن، اثرهم زميل لينا في التعليقات هنتناقش فيهم مع بعض. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة. عمر هنا بيتناقش في نقطة مهمة جدا، وهي في السؤال نمبر 5 المعاصر 2021، والسؤال برضو متكرر في المعاصر 2022. تعالوا نناقشها مع بعض. Which of the following processes is considered، من اعتبرها the source of energy، مصدر الطاقة in all living organisms. ايه هي العملية اللي بتكون source of energy، مصدر للطاقة في كل الكائنات الحية؟ formation of ATP molecules in plant cell. يعني ايه؟ يعني ايه تكوين ال ATP molecules؟ ال process دي اسمها ايه؟ cellular respiration. photosynthesis process in green plant، يعني ال process اللي من خلالها بيتكون الجلوكوز molecules. Formation of ATP molecules in animal cells. Formation of ATP molecules in the plant cell and animal cells. هنا بقى الاختيارات بتحطك، أو تقريبا أنت بتختار بين عمليتين. Cellular respiration، التنفس الحيوي، وهي process اللي منها بنكون ال ATP molecules من تكسير البونز أو الروابط في الجلوكوز molecules. Process الثانية هي photosynthesis process، اللي من خلالها بيتكون الجلوكوز مولكيولز. مين هي الـ source of energy، مصدر الطاقة؟ cellular respiration ولا الـ photosynthesis process؟ عمر بيقول إن الـ source of energy in all living organisms، أو الـ process اللي بنعتبرها source of energy in all living organisms، هي الـ cellular respiration أو تكوين الـ ATP molecules، لأن كل الـ living organisms تقدر تعمل cellular respiration وتكون ATP molecules، فالـ process دي بتعملها كل الكائنات الحية. ده اللي كتبه هنا. لكن مش كل الكائنات الحية تقدر تعمل photosynthesis process عشان تكون glucose. عشان كده هو بيفترض إن الـ main process اللي خلالها living organisms obtain energy، تحصل على الطاقة، هي cellular respiration أو تكوين الـ ATP. هو بيفترض ده مش الـ photosynthesis process. بالنسبة للجلوكوز، مش لازم كل living organisms تعمل photosynthesis process علشان يتوفر في جسمها الجلوكوز. الجلوكوز ممكن نحصل عليه من الأكل. لو بصينا مثلا لوجباتنا يعني human، هنلاقي معظم أو نسبة كبيرة جدا من الوجبات دي أو من الأكل كربوهيدرات، رز، مكرونة، عيش، سكريات، ألبان، كل ده بينتهي هضمه بالجلوكوز. ليه درسنا السيلولار ريسبريشن أو خطوات السيلولار ريسبريشن على الجلوكوز؟ لأن زي ما اتفقنا، الجسم دايما بيفكر للجلوكوز to obtain energy، أو علشان يكسر الجلوكوز ده ويكون الـ ATP. لأن الجلوكوز سهل وبسيط في التركيب، أسهل من الأمينو جروب، وأسهل كمان من الفاتي أسيد. يعني أكيد الجسم، أنت درست الفاتي أسيد سينيور 1 وشفت قد إيه بيتكون من عدد كبير من الأتومز والمولكيولز الغير متجانسة اللي بتاخد وقت وصعوبة في التكسير. فالجسم لو متوفر قدامه جلوكوز أبدا مش هيلجأ للفاتي أسيد أو الأمينو أسيد. الأمينو أسيد برضو نواتج هضم البروتين، بينتج عنها أمينو جروب ومجموعات بيلاقي الجسم صعوبة إنه يتخلص منها، فالأسهل للجسم دايما الجلوكوز. ناتج تكسير الجلوكوز زي ما درسنا كربون دايوكسيد، ووتر، فيبر، سهل قوي الجسم يتخلص منها من هواء الزفير. نواتج سهلة، كربون دايوكسيد، ووتر، فيبر. علشان كده دايما الجسم بيفضل الجلوكوز. و majority of living organisms، معظم الكائنات الحية بتلجأ للجلوكوز علشان to obtain energy أو تحصل على الـ ATP أو الطاقة.
والاي تي بي في اجسامنا عامل زي الانرجي كرنسي، او بنقول عليه الانرجي كرنسي، يعني عمله الطاقه. يعني اي فايتال بروسيس، عمليه حيويه عشان تحصل في جسمنا، لازم شويه اي تي بي علشان تبدا. اي بايو كيميكال رياكشن، اي تفاعل كيميائي زي الهضم مثلا، علشان يبدا او يقوم التفاعل ده لازم شويه اي تي بي. العضلات عشان تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن لازم يكون في اي تي بي متوفر في العضله عشان تعمل الاكتيفيتي ده. فبسرعه بتكسر البوند هنا، الرابطه في المكان ده في الاي تي بي، وتخرج شويه الانرجي اللي عايزينها، والاي تي بي يتحول لاي دي بي، وتبتدي العضله تتحرك او اي فايتال بروسيس في جسمنا تبدا. يبقى اي فايتال بروسيس، عمليه حيويه او اي بايو كيميكال رياكشن عشان يبدا لازم الاي تي بي، عشان كده بنقول عليه انرجي كرنسي، عمله الطاقه. يعني الاي تي بي في اجسامنا حاجه عامله زي الفلوس، احنا بناخد او الفلوس بنشتري بيها حاجات، بنشتري بيها اكل، لبس، بس مصدر الفلوس دي ايه؟ بنجيبها من البنك. نفس الكلام الاي تي بي في اجسامنا محتاجاه اي فايتال بروسيس عشان تبدا، بس مصدر الاي تي بي ايه؟ مصدر الاي تي بي هو الجلوكوز. باختصار بنقول ان الـ source of energy، مصدر الطاقة in all living organisms، في كل الكائنات الحية، هي الـ light energy، الطاقة الضوئية، اللي بتتحول لـ chemical energy، طاقة كيميائية stored in bonds of glucose، في روابط الجلوكوز، من خلال الـ photosynthesis process. يعني من خلال الـ photosynthesis process بتتحول الـ light energy لـ chemical energy زي ما درسنا. بيتوفر الجلوكوز في كل أجسام الكائنات الحية زي ما اتفقنا. بيتحول بقى الـ أو in living organisms bodies، في أجسام الكائنات الحية، من خلال الـ cellular respiration، بتتحول الـ chemical energy دي اللي موجودة في الـ bones أو روابط الجلوكوز. لما بيحصل تكسير لكل الـ bones أو كل الروابط دي، الكيميكال انرجي دي بتتخزن في مولكيولز كتير من الاي تي بي، زي ما درسنا ان مول واحد بس من الجلوكوز او مولكيول واحد بس من الجلوكوز producing، بيطلع لنا 38 مولكيولز من الاي تي بي. الاي تي بي مولكيولز دي بتنتشر في اجسامنا وبتدخل الخلايا بسهوله، علشان كل سيل تعمل الفايتال بروسيس، العمليه الحيويه المسؤوله عنها. والانرجي اللي ستورد في الاي تي بي برضه بتكون temporary بشكل مؤقت، تكون chemical energy. يعني المين سورس، المصدر الاساسي، light energy، والمين process الاساسيه هي photosynthesis process، اللي من خلالها بيحصل producing للجلوكوز molecule. يعني بنقول number one هو producing، تكوين الجلوكوز molecule، هي دي المين سورس، اللي من خلالها بقى أو بعد كده البروسيس الثانية هي السيلولار ريسبريشن، وهي تكسير الجلوكوز تو بروديوسينج، عشان نطلع مولكيولز من الاي تي بي، علشان كل الفايتال بروسيسز والعمليات الحيوية اللي في جسمنا تقوم أو تبتدي أو تحصل. السؤال الثاني لعمر بيسأل: number of ATP molecules resulted indirectly، بشكل غير مباشر. زي ما اتفقنا indirectly، فانت بتبص للكوينزيمز الناد والفات كام عندك، from conversion of pyruvic acid into acetyl group. ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، هي الأعداد. يعني احنا بندرس السيلولار ريسبريشن، او بالنسبه ندرس الخطوات على مولكيول واحد بس من الجلوكوز. الجلوكوز ريزلتنج بيطلع لك 2 بايروفيك اسيد، يعني يبقى 1 جلوكوز مولكيول بيطلع 2 بايروفيك اسيد. طيب البايروفيك اسيد ده هيدخل كريبس سايكل. الاثنين بايروفيك اسيد لو توفر الاكسجين هيحصل له اكسيديشن، او هيحصل لهم اكسيديشن into two acetyl group. يبقى هنا 2 pyruvic acid هيحصل لهم oxidation ل 2 acetyl group، resulting الناتج هيكون 2 NAD each. بس شوف هو سألك على العدد، يعني انت عندك 1 pyruvic acid واحد ولا 2 pyruvic acid. هو هنا بيقول pyruvic acid،
يعني نبقى محددين، لو 1 pyruvic acid يبقى resulting 1 acetyl group والناتج يكون 1 NADH مش 2 NADH. ناخد بالنا كويس قوي من الإعدادات. NADH resulting بيطلع لك 3 ATP. ده طبعا يطلعوا امتى؟ من خلال الالكترون ترانسبورت، يعني resulting 3 ATP directly بشكل غير مباشر. يعني الـ ATP molecule اللي طلع هنا مثلا في كريبس سايكل بقول عليه directly، طلع بشكل مباشر على طول، لكن الـ 3 ATP دول اللي ناتجوا من الـ NADH اتكونوا directly بشكل غير مباشر. المركز الثاني هو سأل أو طلب منك 1 pyruvic acid، يبقى هيحصل له oxidation لـ 1 acetyl group، يعني ده resulting NADH واحد بس مش اتنين. In which of the following blood vessels the highest concentration of amino acids is found after eating a meal rich in carbohydrates? Hepatic vein, hepatic portal vein, superior vena cava. كل ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بالhepatic portal circulation. تعالوا الأول نفتكر حاجة مهمة. بيحصل هنا absorption، امتصاص للfood molecules اللي هي المونوساكرايد، الامينو اسيد، الفاتي اسيد، الكوليسترول من الانر بول، الجدران الداخليه of small intestine اللي كنا بنسميها belly. تحديدا الامينو اسيد والمونوساكرايد بياخدوا البلاد راك، يعني بتتحرك للهيباتيك بورتال فين، الليفر، هيباتيك فين، انفيرير فينا كافا، وتروح للهارت، والراوت ده الطريق ده كنا بنسميه hepatic portal vein. بس بيكون تركيز الامينو اسيد والمونوساكرايد في الهيباتيك بورتال فين اعلى حاجه، وبيقل في الليفر، بعدين بيقل في الهيباتيك فين. تعالوا نشوف فين ليه. طبعا تركيز الفود مولكيولز تحديدا الجلوكوز والامينو اسيد في الهيباتيك بورتال فين بيكون اعلى حاجه، لان البلاد فيزل ده بياخد كمان فروع من السبلين والبنكرياس والستومك. مهم تحفظ قوي الثري اورجانز دي. في الليفر بقى بيحصل تشينجز او تغيرات للمولكيولز دي، يعني الاكسترا من الجلوكوز بيتحول ل او الزياده من الجلوكوز بيتخزن في الليفر في شكل جلايكوجين. الاكسترا من الامينو اسيدز بيحصل له سم تشينجز، تغيرات هنا، يعني الامينو اسيدز دي ممكن used بنستخدمها to build protein، بروتينات معينة بتحتاجها الليفر، وبالتالي تركيز الأمينو أسيد والجلوكوز بعد كده بيقل في الهيباتيك فين، وبديهي بيقل بعد كده في الانفيريور فينا كافا. أما السوبيريور فينا كافا ده مالناش دعوة بيه خالص، ده من خلاله بيحصل امتصاص للفاتي أسيد والجلسرول. الأمينو أسيد والجلوكوز مش بيحصلها absorption أو مش بتعدي على blood vessels خالص، فبنقول الهيباتيك بورتال فين. From the opposite figure, which of the following figures represents transfer section in the stem of a dicot plant؟ يعني ده stem، أخدنا TS أو قطاع عرضي، فشفنا الأشكال دي. نرجع لل TS أو القطاع العرضي في الستم اللي درسناه، وهفكرك بالفاسكولار باندل، الحزمة الوعائية. في الاوتر بارت الجزء الخارجي بنشوف الفلويم، والانر بارت بنشوف الزايلم. اللي من خلال الزايلم بيحصل ايه؟ بيحصل ترانسفيرنج للووتر دايب فيها المينرالز، يعني ترانسفيرنج اوف ووتر بيحصل من خلال الزايلم اللي بيمثل الانر بارت، الجزء الداخلي للفاسكولار باندل، الحزمة الوعائية. يعني هنا ايه هو بيمثل او ايه ده هو الـ TS او transfer section للدايكوت بلانت اللي حطيناه في الكالورد ووتر. المية الملونة دي هتعدي من خلال الزايلم بس. طب الزايلم موجود فين؟ في الانر بارت، الاجزاء الداخلية للزايلم اللي موجود في الفاسكولار باندلز، الحزمة الوعائية اللي قدام دي اسمها فاسكولار باندل. What happens when the number of red blood corpuscles عدد كرات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء in adult person reaches to 3 million cells per millimeter cubic؟ احنا عارفين ان normal
فاليو القيمة الطبيعية في الأدلت ميل بتكون من 4 ل 5 مليمتر، من 4 ل 5 مليون سيلز بير مليمتر كيوبيك، يعني في كل المساحة دي في كل مليمتر كيوبيك حجم من البلد لازم يكون في عدد من الخلايا أو كرات الدم الحمراء. العدد ده قد إيه؟ من 4 ل 5 مليون. طيب في الأدلت فيميل من 4 ل 4.5 مليون سيلز. معنى كده إن 3 مليون سيلز ده عدد قليل جدا، يبقى كده الشخص ده عنده نقص كبير في الريد بلاد كوربسلز، وبالتالي نقص في الايرن اند هيموجلوبين. ليه؟ لان زي ما درسنا الريد بلاد سيلز فوقيها هيموجلوبين، او بيتكون فوقيها بروتين اسمه هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده كونجيكيتد بروتين بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايرن بلس امينو اسيد، بالتالي نسبة الهيموجلوبين في الدم هتقل ونسبة الايرن كمان في الدم هتقل. Which of the following is not related to the increase in the rate of elements diffusion against the concentration gradient؟ يعني ايه العبارة دي؟ يعني ايه against the concentration gradient؟ يعني الاكتف ترانسبورت، يعني انتقال العناصر ضد التركيز او ضد التدرج في التركيز، يعني من التركيز القليل للتركيز الاقل. يعني هندور دلوقتي على اختيار لا يتفق مع الاكتف ترانسبورت. The increase in the active transport ده يتفق مع الاكتف ترانسبورت، ما هو against concentration gradient هو الاكتف ترانسبورت، فال choice A ده right مش هاخده، انا بدور على الاختيار wrong. The plant needs more phosphorus ده right كمان، ال choice ده صح مش هاخده، لان الاكتف ترانسبورت بيحتاج ATP، وعلشان تتكون ال ATP molecules أكيد بنحتاج فوسفات جروب، فلما يزيد الأكتيف ترانسبورت يزيد احتياج النبات للـ ATP molecules، وبيزيد برضو احتياج النبات للـ فوسفات جروب أو الـ phosphorus ions. فـ choice B صح مش هاخده. The absorption of macronutrients only، هل الأكتيف ترانسبورت مقتصر على امتصاص الماكرونيوترينتس only؟ لأ طبعا، choice ده wrong، هو بيقول not related فأنا هختار ده. The increase in respiration rate، choice D يتفق مع active transport، لأن لما يزيد active transport أكيد النبات بيزيد احتياجه لل ATP، علشان يكون plant ATP بنسبة أكتر أكيد بيحتاج أكسجين علشان يتكون ال ATP، لأن ده معناه إن plant لازم يعمل aerobic respiration، يعني يكسر الجلوكوز في وجود الأكسجين علشان يطلع أكبر كمية من الـ ATP. علشان الـ plant يعمل active transport أكيد محتاج ATP molecules كتير، والـ ATP دي محتاجة أكسجين وجلوكوز عشان يحصل aerobic respiration، وعلشان يتوفر الأكسجين بنسبة كبيرة لازم يحصل increase the respiration rate، يزيد معدل التنفس عشان يدخل النبات أكبر كمية من الأكسجين، إلا بوجود الأكسجين ده يحصل تكسير الجلوكوز و يتكون ATP molecules هيحتاجه نبات في الأكتف ترانسبورت. Which of the following synchronized يتزامن with the relaxation of the wall of right atrium أو حتى left atrium؟ حاجة بتحصل تتزامن أو حاجة بتحصل في نفس الوقت اللي بيحصل فيه relaxation، ارتخاء لل right atrium. طيب سواء كان الرايت اتريوم او الليفت اتريوم، التو اتريا الحجرتين اللي فوق لما يحصل لهم ريلاكسيشن ارتخاء، الحجرتين دولت لما يحصل لهم ارتخاء. طب ليه يحصل ارتخاء؟ الوقت ده لازم يحصل ارتخاء او الحجرتين دول يوسعوا علشان يحصل امتلاء للبلد، يعني الرايت اتريوم يدخل له بلد من السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، والليفت اتريوم يدخل له البلد من البولموناري فين. عشان يحصل امتلاء للحجرتين اللي فوق بديهي نفس المواد اللي لازم تقفل، اللي لازم يقفل البانكاسبيد والبايكاسبيد، يبقى في حاجه لازم تحصل في نفس الوقت اللي لازم اللي بيحصل فيه الاتريا ريلاكسيشن، وهي ان البايكاسبيد والترايكاسبيد كلوزد. طيب اتفقنا ان الاربع صمامات دول، يعني البايكاسبيد والترايكاسبيد دول لما يقفلوا
الصمامات التانية الأورتيك فالف والبولموناري فالف بيكونوا مفتوحين، لأن دول بايكاسبت وترايكاسبت بيشتغلوا عكس البولموناري والأورتيك فالف. بايكاسبت وترايكاسبت مقفولين، يبقى البولموناري والأورتيك مفتوحين. فأنا هقول هنا اللي يتزامن مع relaxation of the walls of right atrium هو opening البولموناري valve أو opening الأورتيك valve. ده بيحصل إزاي؟ ببساطة لما بيحصل امتلاء للحجرتين اللي فوق right atrium وليفت atrium، يعني right atrium يدخله blood من السوبرال فينا كافا والانفيرال فينا كافا، والليفت اتريوم يدخلوا الاكسجينيتد البلد من البولموناري فين. التو اتريا بيكونوا في حاله ريلاكسيشن ارتخاء عشان يحصل عمليه الامتلاء، وبديهي الترايكاسبيد فالف والبايكاسبيد فالف بيكونوا مقفولين عشان يحصل امتلاء للحجرتين اللي فوق. بعد ما يحصل امتلاء بيفتح الترايكاسبيد فالف والبايكاسبيد فالف علشان تبتدي عملية ضخ الدم أو يتنقل البلد من فوق لتحت. يعني دلوقتي الـ two ventricles يحصل لهم امتلاء، بيكونوا في حالة relaxation عشان يحصل لهم امتلاء، والـ bicuspid والـ tricuspid مفتوحين. بعد ما تحصل عملية امتلاء يقفل الـ bicuspid ويقفل الـ tricuspid. مين اللي هيفتح بقى دلوقتي؟ البولموناري فالف والـ aortic valve. تبتدي عملية الضخ، يعني الليفت فينتريكل يضخ للأورطة والأورطة يودي للجسم كله، والرايت فينتريكل يضخ للبولموناري أرتري اللي هيودي للتو لونز. Which of the following of the opposite figure illustrates transfer section in plant root؟ قطاع عرضي في الروت. زي ما انت شايف ده الروت هير. بيسألك which of the following parts absorb water and salt ions mainly؟ الجزء المسؤول عن عملية الابسوربشن طبعا هو الروت هيرز. أمال 3 ده بيعمل إيه؟ 3 ده المسؤول أو الزايلم المسؤول عن عملية الترانسبورتنج النار. أما 1 دي طبقة الإبيدرمس. Which of the following helps in absorbing؟ حاجة بتساعد في امتصاص الأكسجين rapidly from the blood that's present in the two lungs. يعني دلوقتي الأكسجين موجود في الألفيولاي، حاجة بتسرع انتقال الأكسجين للجسم من البلد، والبلد يودي للجسم طبعا. ايه اللي بيسرع ده؟ ان طبعا الوول of alveolus يكون thin، الوول يكون رقيق جدا ورفيع، and surrounding with large number of blood capillaries، وبيحيط بيه عدد كبير من البلاد كابلاريز، وبيكون في عدد كبير من الالفيولاي، يعني في كل لونج في 1 مليون الفيولاي من الاكياس الهوائيه. ده ليه؟ ده بيسرع، بيخلي عمليه ابسوربشن او ان عدد كبير او كميه كبيره من الاكسجين مولكيولز تعدي للجسم، فده بيسرع عمليه الابسوربشن اوف اكسجين فروم تو لونجز تو بلادز للجسم. لكن طبعا ان الالفيولاس تكون الالفيولاس وول يكون ثيك، ده مش بيسرع. concentration of oxygen في البلد في الجسم يكون تركيزه اعلى من تركيزه في الالفيولاي، لا بالعكس ده مش بيسرع، يعني تركيز الاكسجين في البلد يكون اعلى من تركيز الاكسجين في الالفيولاي، ده يسرع عمليه التنفس او absorption of oxygen، لا ده ما يسرع. Which of the following statements doesn't agree with heart blood circulation؟ يعني عبارة لا تتفق مع اللي بيحصل أثناء الـ blood circulation. تعالوا نقرأ. When the two ventricles contract, the valves between atria and the ventricle closed. لما الحجرتين اللي تحت يحصل لهم contraction، انقباض. انقباض يعني هم خلاص مملين بالبلاد وبيبتدوا يعملوا عملية الضخ. انقباض يعني حصل لهم contraction، يعني دلوقتي هم هيضخوا الدم. الـ right ventricle يضخ للبولموناري والليفت ventricle يضخ للأورطة، بالتالي لازم الـ two valves دي الـ semilunar تكون مفتوحة. على العكس مين اللي لازم يقفل؟ الـ tricuspid والـ bicuspid.
يبقى اللي لازم يكون مقفول الترايكسبد والبايكسبد، واللي المفروض يكون مفتوح هو السيميلونر فالفس. هنا بيقول الفالفس between atria and ventricle closed، ده صح يتفق، بس مش هناخدها، احنا بندور على عبارة الخطأ. two ventricle relax السيميلونر فالفس close، لما الفنتريكل اللي تحت دي relax يعني بيبتدي يحصل لها امتلاء، امتلاء يعني بيخش لها بلد من فوق، فبديهي الفالفز دي الترايكاسبيد والبايكاسبيد يكونوا مفتوحين لان يعني بيحصل لهم ريلاكسيشن يعني يحصل لهم امتلاء، فالترايكاسبيد والبايكاسبيد بيكونوا مفتوحين. On the other hand المفروض بقى السيمي لونر يكونوا closed مقفولين، فده يتفق وبالتالي مش هاخدها، انا بدور على نفس السؤال. نقرا choice C when the two atria contract، الحجرتين اللي فوق بيحصل لهم contraction علشان ينزلوا البلد من فوق لتحت، المفروض مين اللي يكون مفتوح؟ التريكاسبيد فالف والبايكاسبيد فالف. طيب مين اللي بيشتغل عكسهم؟ السيمي لونر فالف المفروض يكونوا closed مقفولين مش open، يعني لما two atria contract السيمي لونر فالفز بتكون closed مقفولة مش مفتوحة، ف choice C هو الرونج اللي بندور عليه. What's the difference between fermentation in yeast fungus and fermentation in fatigued muscle fiber؟ يعني عايز يعرف الفرق بين ال fermentation in yeast fungus يعني ال alcoholic fermentation وال fermentation في ال fatigued muscle، يقصد هنا ال acidic fermentation اللي بتعمل anaerobic respiration وبتطلع lactic acid. ايه الفرق بين الاتنين؟ بنقول في ال yeast fungus او ال alcoholic fermentation energy أو increase the released energy amount from one molecule of glucose. يعني هنا لما كسرنا مولكيول واحد من الجلوكوز in the absence of oxygen طلع alcoholic أو طلع ethyl alcohol carbon dioxide باتنين ATP، بس الاتنين ATP ده containing large amount of energy بيحتوي على طاقة أكبر من الاتنين ATP اللي تكونوا في حالة الأسيديك fermentation. سبب ليه؟ لأنك هنا بص للريزلتس أو النتائج، هنا عندك ethyl alcohol اللي بيتكون من اتنين كربون أتوم، بالتالي أنت مكسر هنا عدد أكبر من البونز الروابط، فreleased energy بتكون، فالاتنين ATP ده عنده طاقة أكبر من الاتنين ATP اللي طلعوا من acidic fermentation. بص هنا لللاكتيك أسيد محتوي على 3 كربون أتوم بس، بالتالي هنا انت مكسر روابط اقل والانرجي اللي ريليزد بتكون اقل، فالاي تي بي ده بيحتوي على انرجي اعلى من الاي تي بي ده اللي ريليزد بيخرج من الاسيديك فرمنتيشن. زي ما اتفقنا الاي تي بي موجود او بيحتوي على من 7 ل 12 كالوري بير مول، يعني ممكن واحد مولكيول من الاي تي بي يكون عنده 10 كالوري، ممكن اي تي بي تاني يكون عنده 7 كالوري، فبنقول ان الاي تي بي ده عنده انرجي او الاثنين اي تي بي دول يحتوي على انرجي اعلى من الاثنين اي تي بي اللي طلعوا من acidic fermentation. تعالوا نشوف باقي الاختيارات. Releasing less amount of oxygen of sorry carbon dioxide، لا طبعا ال acidic fermentation بيكون carbon dioxide لكن ال acidic اصلا ما بيكونش carbon dioxide. Breaking down lower number of chemical bonds، لا طبعا في ال alcoholic او في ال yeast fungus مكسرين عدد اكبر من البونز بدليل اللي طالع 2 كربون اتم، هنا اللي طالع 3 كربون اتم، انت مكسر هنا بوند اكتر. Fat and proteins aren't used as a source of energy في الحالتين، يعني هنا في الانارابيك بريسبريشن سواء كان في اللاكت في الاسيديك فرمنتيشن او الالكوهوليك فرمنتيشن بيكون السورس هو الجلوكوز. الفات والبروتينز في الحالتين في الأسيديك وفي الألكوهوليك مش بيكونوا source of energy، يعني مش بنستخدمهم ك source of energy، السورس بتاعنا الجلوكوز بس. From the opposite figure
What is the evolved gas from this experiment؟ البلانت هنا بيعمل photosynthesis process عادي، ال light energy متوفرة، وكربون دايوكسيد موجود، هو فين؟ بوتاسيوم بيكربونات dissolved in water. البوتاسيوم كربونات اللي dissolved in water ده بيكون source للكربون دايوكسيد، البلانت ممكن يستخدمه في photosynthesis process، وبالتالي هيعمل photosynthesis process ويطلع oxygen gas. Which of the following statements describes بتوصف the enzymes which are present in the raw fruits and vegetables؟ الانزيمز اللي موجودة في الفواكه والخضروات النيئة، تعالوا نتكلم عنها. يا ترى هي enzymes don't work inside plant body، هي ما بتشتغلش في النبات؟ لا، ازاي هي enzymes موجودة في البلانت يبقى ازاي مش بتشتغل في البلانت بودس؟ Enzymes change their substrates inside the human body. لا مش حقيقي، هي مش بتغير السبستريت بتاعتها. يعني enzymes مثلا كل enzyme ليها substrates بتتركب معاها وبتعمل أو مسؤولة عن تفاعل معين. فبيقولك الانزيمز دي جوه جسم الإنسان بتغير السبستريت، هي مش بتغير السبستريت، هي أصلا ما بتشتغلش في أجسام الهيومن بودي، لأن الانزيمز دي بروتينيك سبستانس، مواد بتتكون من بروتين، مجرد ما بناكلها وبينزل عليها الدايجستيف جوز العصارات الهاضمة، طبعا بيحصل لها دايجستشن، بيحصل لها هضم، لأن الانزيمز دي أصلا بتتكون من بروتين، فهتتهضم في أجسامنا لو كانت في شكل فواكه، وهيحصل لها breaking down، تكسير بالنسبة للانزيمز اللي موجودة في الخضروات. By heating and cooking، الطهي والحرارة، بيحصل الانزيمز دي تكسير. فسواء كانت انزيمز موجودة في الفاكهة بناكلها كده، انزيمز دي بروتينك بتتكون من بروتين، فيحصل لها breaking down، هتتحلل في أجسامنا لأنها بروتين فتتهضم. ولو كانت موجودة في خضروات، فبتبقى inactive by heating and cooking، لأنها بروتين، وأنت عارف إن البروتين sensitive، حساسة لأي تغير في درجة الحرارة، مجرد ما تتسخن البروتين هيكون باظ خلاص ومش هيشتغل. يبقى ده اللي بيوصف الانزيمز اللي موجودة في الفروتس. Child at a meal containing wheat and milk، لبن وقمح. What is the suitable pH value for the action of several enzymes together to digest this meal؟ طفل أكل وجبة بتتكون من قمح وميلك، الـ pH value المناسبة علشان تتهضم كل المكونات دي مع بعض في نفس الـ pH value، pH value واحدة تشتغل عليها كل الانزيمز عشان تهضم الوجبة دي مع بعض مرة واحدة. الوجبة containing تحتوي على carbohydrates أو الستورش اللي موجود في القمح، lactose ده disaccharide اللي موجود في الميلك، كازين ده البروتين الموجود في الميلك. يعني عندنا carbohydrates وعندنا بروتين. الـ pH value المناسبة لهضم الحاجات دي كلها مع بعض. البنكرياتيك جوز اللي بتخرج من البنكرياتيك دكت، يعني مجموعة من الانزيمز، الانزيمز دي بيخرج معاها سوديوم بيكربونات اللي بيخلينا الـ pH value 8. مجموعة الانزيمز دي مع بعضها ايه؟ انكلود بتشمل الترابسنوجين اللي بيتأكتف باي انتروكينيز عشان يتحول لترابسن. الترابسن هيعمل ايه؟ هيهضم البروتين اللي موجود في الميلك، يبقى كده ده البروتين. في نفس الوقت عندنا الاميليز او البنكرياتيك اميليز اللي بيخرج مع الانزيمز او مجموعة الانزيمز دي. الاميليز هيعمل ايه؟ هيكسر الستارش اللي في الويد او القمح لمالتوز داي سكران. يبقى مجموعة الانزيمز اللي بتخرج من البنكرياتيك جوز في وجود صوديوم بيكربونات اللي بيعمل لنا pH 8، انكلودز شملت على الترابسن بعد ما تأكد طبعا، والاميليز. يبقى الترابسن كده هيهضم لنا البروتين اللي موجود في الميلك، الاميليز هيهضم لنا الستارش الموجود في الملتوز، سوري الستارش للملتوز، يبقى كده هضمنا البروتين
بروتين والكربوهيدرات في نفس pH value 8. Study the opposite figure which shows a part of TS. In a diacoid plant stem, عارفينه طبعا, which of the following expresses undifferentiated cells. يعني ايه undifferentiated cells؟ يعني خلايا غير متميزة. يعني ايه؟ يعني meristematic cells, يعني خلايا إنشائية, يعني وظيفتها إنشاء أو تكوين أنسجة تانية. مين اللي بيعمل ده قدامنا؟ هو الكامبيوم. الكامبيوم خلايا إنشائية, يعني وظيفته إنه بينقسم علشان ينشئ أو يكون أنسجة تانية, هي الفلويم والزايلم. يعني يقوم بتجديد الفلويم والزايلم, يكون فلويم جديد وزايلم جديد, and so on, ويزيد مساحة الستم, أو يقوم بعملية تجديد الأنسجة دي, يكون منها جديد دايما, regeneration للأنسجة دي. يبقى اللي بيعمل ده الكامبيوم. الكامبيوم بنقول عليه undifferentiated tissues أو cells, خلايا غير متميزة, أو بنقول عليه meristematic cells. دي اكتبها عندك معلومة, اكتبها عندك كراسة المذاكرة. undifferentiated cells هي meristematic cell, هي الكامبيوم في الستم. From which are the walls, جدران of blood vessels, أوعية دموية, and that spread among the cells. إيه هي ال blood vessels اللي بتنتشر حوالين الخلايا؟ Of liver أو أي organ تاني, مش شرط الليفر, هي ال blood capillaries. يبقى هنا بيسألك عن جدران ال blood capillaries أو الشعيرات الدموية, لأن هي ال blood vessels اللي بتنتشر حوالين الخلايا. بتكون الجدران رقيقة جدا, بتتكون من one layer, طبقة واحدة بس من الخلايا, اسمها epithelial layer. epithelial layer, طب one layer, طبقة واحدة بس ليه؟ علشان تسهل ال exchange, تبادل. ال blood vessels دي بتدي للخلايا الأكسجين والنيوترينتس, وبتاخد منها الكربون دايكسيد والجازز. علشان ال exchange, التبادل ده بيكون سريع, لازم ال blood capillaries, الشعيرات الدموية دي, بتتكون من طبقة واحدة بس من ال epithelial layer. السؤال اللي قدامنا مهم جدا, واتكرر أكتر من مرة في كذا امتحان, وبيجي بأكتر من شكل, هنشوف دلوقتي. بيقول الشكل اللي قدامنا describes, بيوصف the organic compounds that are formed, اللي تكونت during cellular respiration inside cytoplasm of living organisms in the case of deficiency of oxygen, يعني في حالة غياب الأكسجين. يبقى ده anaerobic respiration, تنفس لا هوائي. طيب التنفس الهوائي, يبقى انت كده قدامك طريقين, ممكن يكون anaerobic respiration او acidic fermentation او alcoholic fermentation. يعني التنفس الهوائي يطلع لك lactic acid و2 ATP, او alcoholic fermentation يطلع لك ايثار الكحول كربون دايوكسيد و2 ATP. بس مين فيهم؟ هنعرف ازاي؟ هنعرف من الجراف. هنا number of atoms, عندي 6 carbon atoms, طبعا ده الجلوكوز. فأم compounds, مركبات بتتكون من 3 carbon atoms. 3 carbon atoms ده هو البيرافيك طبعا, اللي ادى برضه 3 carbon atoms. مين 3 carbon atoms؟ اللاكتيك اسيد. يبقى انا عرفت ايه المكونات اللي قدامي, او عرفت النواتج البرودكتس اللي قدامي. ايه هي النواتج التفاعل ده؟ عرفته من الجراف. 6 carbon atoms الجلوكوز, 3 carbon atoms بيرافيك, 3 برضه carbon atoms اللاكتيك اسيد. هو اللي موجود فيه 3 كربون اتومز, يبقى ده اسيدك فرمنتيشن. اسيدك فرمنتيشن بيحصل فين؟ بيحصل في الانيمال ماسل, وبيحصل في البكتيريا. يبقى ده الانيروبيك ريسبريشن, التنفس الهوائي بيحصل في البكتيريا. طيب ده شكل تاني للسؤال من مودر اكزام 1. بيقول الجراف اللي قدامنا بيوضح عمليه سيلولار ريسبريشن انشال سيتوبلازم اوف ليفنج اورجانيزمز in case of oxygen deficiency, برضو ما فيش oxygen, يعني anaerobic respiration. بيسألك in which of the following living organisms type ده من respiration بيحصل. هنبص للجراف, طبعا ده anaerobic respiration, بس بيحصل فين ده, alcoholic ولا acidic؟ بنشوف هنا في الجراف, هنا ال number of carbon atoms في organic molecules produced كانوا 6 carbon atoms, بعدين بقوا 3 carbon atoms, طبعا ده pyrophic acid,
بعدين بقوا 2 كربون اتوم يبقى ده الايثايل كحول، بعدين 1 كربون اتوم ده كربون دايوكسيد يبقى على طول ده الكحوليك فيرمنتيشن، واخترنا وقتها اليست كونكس. شكل ثالث للسؤال، السؤال مهم جدا ويتكرر كذا مرة في الامتحانات. Which of the following graphs represent the reaction that happened to a glucose molecule in a muscle cell خلية عضلية during anaerobic respiration؟ طيب ال anaerobic respiration نوعين، alcoholic fermentation وده بيحصل في ال yeast fungus و plant cell، وال acidic fermentation اللي بيحصل في البكتيريا وال muscular cell. هو بيقول في ال muscular cell، يبقى احنا فين؟ احنا في الاسيدك فرمنتيشن اللي بيطلع لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد اللي عنده 3 كربون اتم، فانا هختار تشويس A يعني جلوكوز 6 كربون اتم و2 مولكيول بس من اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد اللي عنده 3 كربون اتم. Which body organ can form and destroy two types of blood components؟ تعالى نفتكر الـ blood components تحديدا الـ red blood cells كانت بتتكون فين؟ بتتكون في البون مارو. طيب الـ old red blood cells اللي خلاص خلصت عمرها بقى عندها 4 شهور ومفروض يحصل لها damage، بيحصل لها destroyed فين؟ في البون مارو والليفر والسبلين. خلي بالكم على السبلين ده، ركزوا فيه قوي. يبقى السبلين بيعمل destroying للـ red blood cells، يبقى السبرين بيعمل destroying ال red blood cell. طيب ال white blood cells بتتكون في البون مارو والسبرين والليمفاتيك سيستم، يبقى السبرين بيكون white blood cells، يبقى كده السبرين بيعمل damage لل old red blood cell وبيكون red white blood cells، يبقى كده بيعمل destroying و formation لتو types من blood components السبلين، والسبلين organ مهم جدا في lymphatic system. Which of the following graphs describes Beowulf evolved oxygen amount from the plant during daylight hours أثناء ساعات النهار؟ أثناء ساعات النهار the plant performs بيعمل photosynthesis process producing amount of oxygen gas. أثناء النهار، أثناء ساعات النهار بس أو أثناء الضوء البلانت بيعمل photosynthesis process، وهنا photosynthesis process شغالة طول الوقت. أثناء ساعات النهار هو محدد لي، وبالتالي amount of oxygen decreases gradually تدريجي. The opposite graph shows some of the photosynthesis process products. Which of the following occurs during this stage؟ اللي بيحصل في المرحلة اللي قدامنا هو الجراف بيقول ايه؟ بيقول ان الـ ATP molecules بتزيد زي ما انت شايف، والـ ADP بيقل، معناها ان بيتكون ATP molecules. طيب ده في أي مرحلة تحديدا في الـ photosynthesis process؟ بنشوفه في الـ dark reaction، والبروسيس دي اسمها photosynthetic phosphorylation، خلي بالك، وبتحصل في اللايت رياكشن. طيب بيسألك بقى، هو during this stage في المرحلة دي، مرحلة اللايت رياكشن اللي بيتكون فيها الـ ATP أو الـ ATP molecules بتزيد زي ما انت شايف، بيحصل فيها ايه كمان؟ formation of H2O molecules، انت شايف هنا بيتكون water، ولا بيحصل splitting انشطار للوتر والأكسجين evolved as secondary product والهيدروجين molecules received on بيشيلوا ال NAD P أو الكوينزايم. طبعا choice ده wrong. The oxidation of NAD BH2 هو كان إيه اللي بيحصل لل NAD BH2؟ تعال نبص كده، ال NAD B receives بيستقبل الهيدروجين molecule أو بيتحد مع الهيدروجين مولكيول وبيتحول لـ NAD BH2، وده H2 وده اسمه reduction مش oxidation. بالتالي choice ده wrong. Release of oxygen gas ده حقيقي بيحصل، بيخرج الأكسجين gas as secondary product. هنا معنى secondary product يعني هو مش قصد يطلع لك الأكسجين gas، هو الهدف هنا في الـ photosynthesis process إننا نكون organic food. بيخرج فعلا الأكسجين هنا. The reduction of carbon dioxide، شوف هو
بيحصل يعني ايه ريدكشن للكربون دايوكسيد؟ يعني الكربون دايوكسيد رياكتس بيتحد مع الهيدروجين، ده معناه ريدكشن للكربون دايوكسيد، يعني اتحاد الكربون دايوكسيد مع الهيدروجين مولكيول عشان يتكون الجلوكوز او الاورجانيك فود. ده بيحصل لكن في الدارك رياكشن مش في اللايت رياكشن، مش في الستيج دي. خلاص يبقى التشايز رايت هو ريليز اوف اكسجين جاز. The presence of oxygen gas after performing a running race the body works on. طيب خلينا نركز كويس قوي في حاجة، وهي يعني ايه performing running race؟ يعني الشخص ده عمل سباق، يعني كان بيجري والعضلة بتعمل contraction relaxation aerobic respiration، وفي نهاية السباق لازم العضلة تعمل anaerobic respiration، يعني في نهاية السباق بيكون الأكسجين كله consumed وابتدت العضلة إنها تعمل anaerobic respiration، يعني ال pyruvic acid اللي resulted من الجلايكولوزيس يحصل له reduction lactic acid والعضلات تحس بإجهاد أو muscular fatigue. مش ده اللي بيحصل في نهاية أي سباق؟ في نهاية أي سباق، أي حد داخل سباق في النهاية عضلات رجليه بتوجعه وبيحصل فاتيج أو إجهاد عضلي بسبب تكون اللاكتيك أسيد، يعني العضلة عملت anaerobic respiration وكونت اللاكتيك أسيد في نهاية السباق. بيقول هنا presence of oxygen، يعني في نهاية السباق بقى اتوفر الأكسجين، هنا العضلة هترجع تعمل aerobic respiration، يعني بعد ما تكون اللاكتيك اسيد وتوفر الاكسجين والعضله ارتاحت، اللاكتيك اسيد هيرجع للبايرافيك اسيد. طب يرجع دي اسمها ايه؟ اسمها اوكسيديشن، يعني اللاكتيك اسيد هيعمل اوكسيديشن ويرجع للبايرافيك اسيد. يعني بنقول اوكسيديشن او اوكسيدايزنج لللاكتيك. نعمل ستريس تاني على الجزء ده لانه مش مفهوم وغايب عن ناس كتير قوي. طيب في حالة absence of oxygen، يعني المصل هتعمل anaerobic respiration، فالبيروفيك acid اللي طلع من الجلايكوليزيس هيحصل له reduction يتحول للاكتيك acid. reduction يعني ايه؟ يعني البيروفيك acid هيتحد مع الهيدروجين مولكيو فيكون لاكتيك acid. طيب هجيب الهيدروجين مولكيولز منين؟ من هنا الكو انزيم الناد اتش هيتحول لتو ناد بوزيتيف، يعني اتخذت منه تو هيدروجين اتومز. مين اللي اخذهم؟ البايروفيك. معنى كده البايروفيك حصل له ايه؟ ريدكشن وتحول للاكتيك اسيد. ده في حاله ابسنس اوف اكسجين او انايروبيك ريسبيريشن. طيب العضله ارتاحت واتوفر اكسجين، اللي ممكن يحصل؟ هيرجع تاني اللاكتيك اسيد لبايروفيك اسيد. يرجع تاني دي معناها ايه؟ ان اللاكتيك اسيد يحصل له اوكسيديشن، يعني هيرجع تاني الهيدروجين مولكيولز اللي اخده للكوانزيم، وبنقول هنا ان اللاكتيك اسيد حصل له اوكسيديشن لبايروفيك اسيد. Which of the following plant leaves produces a greater amount of oxygen gas at daytime؟ طبعا البلانت ليف نمبر سي لانها اخضر حاجه، يعني هي مور جرينر، بالتالي لان عندها لارجست اماونت اوف كلوروفيل، اكبر كميه من الكلوروفيل، فهتعمل ابزورب لارجست اماونت اوف لايت، وبالتالي ريت اوف فوتوسينثيسيس بروسيس معدل بناء ضوئي او معدل عمليه البناء الضوئي هيكون اسرع، وبالتالي هي اللي producing largest amount of oxygen gas. الالفيولاس او الاكياس الهوائيه اللي موجوده في التو لونجز زي ما احنا شايفين بتكون surrounding by بيحيط بيها large number عدد كبير من البلاد كابلاريز، المفروض انها بتستقبل من الجسم الكربون دايوكسيد والووتر فيبر علشان تخرجه بره الجسم. يبقى هي بتخرج بره الجسم او بتطلع للاير، شوف اتجاه السهم من الالفيولاي للاير، بتطلع للاير ايه؟ كربون دايوكسيد. وبتدخل ايه للجسم؟ بتدخل للجسم الاكسجين جاز اتجاه السهم
الالفيولس بتدخل للجسم ايه الاكسجين جاز من خلال البلاد كابلاريز اللي سراوندنج اللي بتحيط بيها، فبنقول تشايز بي. What is the similarity between glycolysis and Krebs cycle؟ بنقول ان الاثنين don't need of oxygen، بيحصلوا في وجود او غياب الاكسجين عادي. يعني بنقول مثلا الجلايكوليسيس ممكن يحصل اذا توفر الاكسجين او ما توفرش. Krebs cycle بتحصل كمان in presence or absence of oxygen، يعني مش ضروري الاكسجين يكون موجود هنا علشان تحصل Krebs cycle. امال الاكسديشن هنا بتحصل ازاي؟ by losing electrons، يعني الستريك اسيد بيتاكسد فعلا للكيتوجلوتاريك اسيد without need of oxygen. امال الاكسده بتحصل ازاي؟ by losing electrons، يعني كيتوجلوتاريك او الستريك بيتحول لكيتوجلوتاريك فبيفقد الكترونز، بيستقبلها الناد بوزيتيف فبيتحول لناد اتش. طب الالكترونز موجوده فين؟ موجوده على الهيدروجين اتومز. both of them produce ATP molecules، الاثنين بيطلعوا أو بينتجوا ATP molecules. بنشوف هنا one ATP molecules produced is produced، وبنشوف كمان هنا ATP molecules produced. متشابهين كمان in presence of coenzymes، وجود ال coenzymes. هنا ال coenzyme ال NAD H أو ال NAD اللي تحول ل NAD H استقبل الهيدروجين اللي شايل electrons عالية جدا في الطاقة. وبنشوف كمان هنا الكوينزايم الناد بوزيتيف اللي تحول لتو ناد اتش. What is the difference between epidermis in each of root and stem؟ بنشوف هنا الابيدرمس في الروت بيخرج منها extensions او انتدادات، هي الروت هيرز اللي مسؤوله عن absorption الووتر والمينرالز. نفس الكلام هي مش covered بالكيوتين layer وإلا مش هتعرف absorb ال water دايت منها minerals. أما في الستم مش بنشوف root hairs طبعا، وبتكون covered بالكيوتين الستم أو epidermis في الستم covered with كيوتين. Illustrate the changes in the blood pressure for each of left atrium and left ventricle. يعني تحديدا هنشتغل في المنطقة دي. During heart beating, determine the time at which the mitral valve opens. ده المترال فالف أو البايكاسبيد. في البداية خلينا نسأل نفسنا هو إمتى بيكون closed؟ بيكون closed لما يدخل له blood من البولموناري فين. أكيد لازم يكون مقفول لأن بيحصل له دلوقتي عملية امتلاء. دخله blood كتير عمال يدخل من البولموناري فين oxygenated blood، فهو في حالة امتلاء بيملى دلوقتي، فلازم الميترال فالف بيكون مقفول دلوقتي. الميترال فالف مقفول، مقفول امتى؟ لما الليفت اتريوم بيكون is filling بيتملى بالبلد. اوكي حصل امتلاء، ممكن يحصل بعد كده الليفت اتريوم بقى يعمل contract ينقبض علشان تبتدي عملية التفريغ، يفرغ بلد من الليفت اتريوم لليفت فنتريكل. ايه المفروض يحصل او مين اللي المفروض يفتح؟ المفروض يفتح بقى الميترال فالف. يبقى الميترال فالف بيفتح امتى؟ لما يكون الليفت اتريوم على الاخر، مملي على الاخر وبيعمل كونتراكت وهينزل او هيفرغ بلاد لليفت اتريوم، سوري لليفت فنتريكل لتحت. طيب خلينا نطبق ده على الرسم. انا دلوقتي بدور على اعلى blood pressure للليفت اتريوم، يعني بيكون مليان على اخر. الليفت اتريوم هو الخط المتقطع ده، الليفت اتريوم. يبقى ده اعلى نقطه او اعلى blood pressure للليفت اتريوم، الحجره اللي فوق اللي بيكون فيها blood pressure على الاخر، وهيبتدي يعمل contract عشان يفرغ blood للليفت فنتريكل الحجره اللي تحت. فالنقطه دي تحديدا اللي لازم يفتح فيها الميترال valve. Explain the entrance of oxygen or air in the stem of herbaceous plant is different from woody stem. Herbaceous plant النباتات العشبية زي الملوخية الجرجير ازاي بيدخل الأكسجين أو الغازز عموما؟ بتدخل من الاستوماتا، الاير تشامبر، بعدين intercellular spaces في التشوس والأنسجة، بعدين كده بتوصل للأجزاء الداخلية.
للبلانت. أما بالنسبة للودي ستيم، الشجر الضخم ده، الشجر ده بنقول عليه وودي ستيم، إزاي بتدخل الجاسس من اللينتيكلز أو العضاسات. The role of enzymes is restricted on the digestion of food substances only. هل دور الانزيمز مسؤول بس أو مقتصر على الهضم بس في جسمنا، ملهاش دور تاني؟ هنشوف. بنقول لا طبعا، لان مش كل الانزيمز بتعمل دايجستشن او هضم. في الانتروكاينيز انزيم، بيعمل ايه الانتروكاينيز؟ بيعمل اكتيفيشن البيبسينوجين، يعني البيبسينوجين بيخرج في صوره ان اكتيف، ما يقدرش يعمل دايجستشن. باي ذا هيلب اوف انتروكاينيز بيتحول التريبسينوجين لتريبسين من الان اكتيف فورم لل. The opposite figure illustrates the changes, التغيرات in the number of ADP molecules in the cell over time. If the mentioned cell is inactive, is in an active state or not. بيسألك الـ muscle دي أو السل نشطة ولا لأ. من خلال الجراف بنلاحظ إن الـ ADP molecules increases as time pass، مع مرور الوقت بتزيد مركبات ال ADP. ده معناه ايه؟ معناه ان ال ATP بيحصل له breaking down، تكسير، وبتتكسر البونت دي، وبتخرج energy المصل او السل بتستهلكها، و ده بينتج عنه او releasing ADP molecules و phosphate group. ده معناه إن العضلة هنا أو المصل بتستهلك ATP molecules كتير. As a result، أو من الناحية التانية، الـ ADP molecules بيزيد. يبقى لما يزيد تركيز الـ ADP molecules، ده معناه إن في ATP بيستهلك. فبنقول طبعا هنا إن الـ cell أو المصل in an active form.